ولازم نلبس هاي اللي بتبع الشيب مشان نعرف نسويها مظبوط. بتأثر يمكن جايكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حنعمل حلو التركي بما انه رمضان وهيك، بس حاسه يعني ماني واثقه بحالي بساره لانه ما حتطلع طيبه. هي الاكله كثير سهله ومعروفه بتركيا، يعني اسمها تريليتشه. تريليتشه 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 تريليتشه. هي الاكله كثير مكوناتها سهله. طبعا انا اللي رح كون الشيف هون موجوده. واثقه واثقه حتطلع معها طيبه يعني. لا حنعملها انا وجودي سوا عن جد. اوكي الأكل عن جد مكوناته كتير سهلة، اللي هي سكر سود حليب سارة غليظة وعندنا بيض وعندنا استنى شلتي بيض أنا كتير كيوت تيك توك اوكي وعندنا فانيليا. طبعا هي مكوناتها لل هي مو فانيليا بلا فانيليا. هي اول شيء جيبوا الدفتر وجيبوا القلم لانه انا ما رح ارجع اعيد الوصفه رجاء وما حدا يقول خلي ساره تكتب الوصفه. فكره حالها من العالم. جيبي خفاقه هون شبك شو حنفر فيها. شيء طبيعي انها ما تعرف وين الخفاقه، حتى انا ما بعرف. استنى ما حطيتها. شو هذا؟ شو هالجيل هذا؟ شو هالجيل؟ اسكتي جيلي نفس جيلك. عم بتدقى حالي انا فوت على المطبخ. المشكلة انه ما نحن استنى بعد الفطور حتى ناكلها يعني. هي المشكلة بس حنخلي ساندي كيفها جنبي ها ليك ليك حبيبتي انت بدك يعني بدك سنين جودي لتوصلي الخبرة اللي انا وصلت لها هلا. حتى لما كنت بعرف اطبخ انا خلص مجرد ما اتعلم اول مرة خلص يعني. خليني ساكتة، أنا ساكتة ومتحملة. أول شيء حنجيب أربع بيضات مثل ما أنتم شايفين ورح شو؟ رح تكسريهم تخفقيهم. نكسرهم هون ونخفقهم. كسرهم على راسه. لا تفشلينا، خليني بالعادة بكسر بيض أحسن من هيك، بس إنه بتعرفوا على الكاميرا الواحد بتتبع. اللي بسمعك بفكرك كل يوم بتعمل أكلة حلو. أول مرة بخفق بيض شو أعمل لك؟ مالي بالعادة يعني. ما شاء الله، مو أنت لازم تعملي الأكلة؟ هذا تحريك، في فرق بين الخفق والتحريك. هيك هيك اذا عملت هيك حتى يصير في لهم مفردتين باللغه العربيه. مفردتين باللغه العربيه. خفق تحريك. اوكي خفق اخفقي. لا 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 هكا بيليم. بينما جودي عم تخفق البيض انا شو رح بعمل؟ رح اعبي كاسه سكر لانه نحن سوف نحتاجها. يعني مو كاسي الا شوي سكر. عم يعبي سكر. ميرسي. مره خدوا عن مره تقصدي مره تقصدي. اوكي طيب انا رح احط السكر بعدها. رح خفيفه بسم الله. رح نضيف السكر تدريجيا. ارجولي اتخافي انا معي. بعد ما خفقت البيض صار وهيك حنحط كاسة طحين وحنحط بيكنج باودر مع رشة ملح. ملح. أنا هلا ما فهمت الملح شو له علاقة بأكل الحلو يعني. شو له علاقة؟ هلا رح كمان نضيف شوي 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 الطحين بالتدريج ومن بعدها معلقة البيكنج باودر وكمان رشة الملح، أوكي؟ يلا جاهزة؟ جاهزة يلا. الله أكبر يلا. اللهم أحلى الذبح. هيك ما نخلص لبكره هالرمضان الجاي. هحفظ هيك كلياتها هون.
هاي صينية نحطها بالفرن لمدة نص ساعة تقريبا. ايه بالنص. ايه بالنص. وعلى درجة حرارة الفرن 170-150 هيك شيء. في فرق صار 20 درجة. ايه حطوا 160 انتو. غيروا الامور او صفحة جودي. ما عنديش مرمحيني. هلأ ما انا حطينا هاي التاج على النار حط بقلبها 3.5 مركب سكر شو جاب لجاب 3.5 كاسات سكر زائد عساس عم نتمعلم عليهم. ايه زائد معلقة ونص زبدة. انا معلقة كبيرة ونص زبدة زائد رشة ملح هاي هيك كوب كريمة واحد كوب كريمة سائلة 3.5 كوب سكر. يا شو فيها سكر صح؟ رجعت انا ايه فيها سكر كتير. قلت لك داي تبعي ما يسمح لي اكل سكر هيك يا رب ما يروح عذابنا على الفاضي. بس مستحيل ما اقولي 3 كوب سكر والله كتير. ايه كتير ما. يا اخ والله كتير ما بعرف كتير حاسي. شو هاي شو احنا عم نعمل يقطين كتير حاسي عن جد بربي حاسي كتير. خلص هيك خلص طلع مكتوب هيك ونص رح نحط النص. يلا بسم الله خلص بس بكفي يا رب لا تخزلنا. يا رب انصرنا على الاعداء. يا رب دليل اكتشفنا انه ايش اكتشفنا؟ ربع كيف كانت ربع كاسة سكر؟ هي ثلاث ارباع كاسة سكر. انا فكرت ثلاث كاسات وربع سكر. نحن نحط نقول كثير احنا بالسكر هذا. طيب حطي على جنب بتعملوه بالشاي بالشاي شغله جد والله. يا ربي دقيق خلص لا منشاف لا لا صحيح طريت الكراميل صوص الكراميل عملناه ذوبنا السكر شوفوا حتى كيف صار هيك لونه. ومن بعدها راح اضيف الزبدة معلقة ونص زبدة تقريبا. ريحته حلوة. رجاء يا جماعة رح احكي لكم شيء انتوا لما كنت تعملوها بس اكتبوا بالجوجل كيف تنعمل وشوفوها عند اي حدا الا عندي تمام. من بعدها رح نضيف كوب من الكريمة السائلة. هيا بسم الله حركي بسم الله حركي. شو رح تنحرق؟ عو 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 جودة كذبية. اشرح لكم وضع الاكلة. هي صايرة طبقة من مثل هذا كيك عادي من بعدها بنحط طبقة الكراميل لا سوري طبقة الحليب من بعدها طبقة كراميل هيك حبيبتي. ايه فنحن خلصنا طبقة الكراميل وجهزناها هلا عجهز طبقة الحليب اللي هي كتير سهلة حسب مو كاتبين يعني. نص كوب كريمة سائلة وهلا 2 كوب حليب معلقة سكر. بورجيكم شكل الكيك بس طلع من الفرن وتركناه لحتى يبرد. ارجو جودي شوفوا كيف ما احلى. شوفوا هلا بالشوكي هيك راح بعمل شايفين الحليب اللي عملناه وحطينا معه فانيليا وسكر وهيك هلا بدنا نضيفه هون تمام. يلا بسم الله يعني نحن عملنا هي الثقوب لحتى يدخل الحليب لجوا وكلياتها تتشرب. اوه شايفين كيف امتصتها. فهلا راح اضيف الكريمه طبقة الكريمة أول شيء شوفوا رح أحاول أعملها بهذا الشكل. شوفوا قربي هون قربي الكاميرا شوفوا أماني ريحتها طيبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هل في ناس بتنزلي بعد الفطور أنت؟ جودي حاسة بتعرفي شو حاسة؟ حاسة إنه الكراميل مو ظابط معي. والله شكلها حلو واو عن جد كلهم خلصوا. لا اكيد رح تطلع طيبه خلصت. بس هيك بتسوي بالبراد او ما بعرف. لا مفروض انه هلا يتاكل يعني بس خليه بالبراد شوي حتى يبرد اطيب وبارد. انا بعرف هي ما بكون سائل الكراميل وانا هيك بعرف مو بس ما رضيت احكي شيء مش ما بين اني فاشله كثير. على كل حال جودي الصوره المصغره رح اجيب من الجوجل وحده وبعمل هيك انه على اساس اكلتي يعني انت سويتيها انه على اساس اكلتي مشان لما حد يشوف الفيديو يعني من برا الصوره ينجذب او هيك. اما اذا شاف هيك يمكن يفوت حد ديسلايك ويطلع تمام. ف يلا نشوف مو تعيها بتحبها كثير هي الاكله وغير هيك
غير انه ساندي بتحبها، وشغلة كتير مهمة انه ساندي ما بتجامل. لما بتكون طيبة تقلي مو خلص مو طيبة يعمل والله بتجاملني، تقلي ايه يعني منيحة وهيك، ما بتجامل ابدا. ساندي هلأ انا رح طعميكي منها وبتعطيني رأيك بصراحة. ساندي بتاكلها جاهزة تمام، فبتعرف الطعم طعمتها مظبوط. فهلأ مع صوص الكراميل بسم الله. انا باكل حالي. يلا كانت بالبراد كان طعمتها طيبة، بس هي بتجنن والله. قولي والله يعني طيبة، قولي هيك قدام الكاميرا احكي لهم انها طيبة. هي طيبة بس بدها تنحط بالبراد، يعني ايش عارف نحطها يعني بس بدها تنحط بالبراد. انا طلعت الغير من البراد لانه ما كانت بارده كثير، قلت بدي ادوقها لساني وهيك، اما لي لقمة ثانية لحتى اشوف انه طيبة. على فكرة ساندي لو ما حبتها بتقلي مستحيل اكلها، يعني ساندي ابدا ما بتجامل. لهيك قلت لكم رح اخذ رأي الاولاد. هلا أذن المغرب وطبعا ما بقي حدا بالشارع ابدا بسبب الحظر. شوفوا الشارع فاضي على الاخر بس الجو رائع كثير حلو. فهلا رح نجرب الاكل انا وجودي ولنشوف. بدي ورجيكم عندي حبوها. يا شوفوا ترارارا ما بقي منها شيء. شوفوا ما بقي منها الكحبه. شو قالت لي امي؟ قالت لانه ليش ما بتعملين لها حلو تركي على طول؟ ها شايفين انا معلمي. وعلى فكره ما قلنا انه الكريمة والكراميل ساحت وصار ما بعرف كيف شكلها تخبصت، بس شوفوا صارت كتير كتير حلوة، يعني منظرها بجنن. شوفوا إلا ماشي بالعيد، قلت لك دائما بتزبط معي. يلا طب ليش هيك مبسوطة فيها؟ لا كلها كلياتها راح ويجي كلياتها. بس شوف بدي ورجيكم كيف صايرة القطعة. خلص بلا ما تورجيها ما متفنني وهالهذا. شوفوا منهم بس شو كيف صايرة طبقات. شوفوا الله شوفوا المنظر يعني رائع رائع عن جد رائع. هلا نجربها بسم الله. طيبة بس تحس هيك الكراميل بدوب تنبت لما تاكليها. طيبة بس شوفيها حلو كتير. حلو كتير طيبة. وش هي؟ يلا سلمي ايديكي بوسيها بوسيها. بنصحكم انكم تعملوها وتجربوها. الصبح يعني كثير طيبه هيك بتحسيها خفيفه بنفس الوقت. يعني الصبح كانت تقول لنا تاخذوا وصفه من عندنا، هلا جربوها. اذا بدكم نعمل فيديو جاي طبخه واجواء رمضان عن جد ونعمل الفطور سوا، شو رايكم الفيديو جاي يكون هيك؟ قولوش اوكي لازم اجواء رمضان واكله، يا اكله تركيه يا اما اكله عاديه. ما عجبكم الفيديو تنسوا تعملوا لايك، اشتركوا بالقناة اذا مش مشتركين، اشتركوا بقناة جودي، تابعوني على الانستغرام هيك ستوريات ما بتخلص. بشوفكم فيديو ثاني، باي.